أخبار اليوم. راجل مقدم مدرب فرقة الأنامل الصغيرة ومدرس البيانو، نتعرف أكتر بحضرتك وعرفنا على الفرقة اللي أنت حضرتك بتقود تدريبها. راجل إبراهيم المقدم، مدرس البيانو بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد. أنا أساسا من أول ما دخلت الكلية وأنا حابب تعليم الأطفال، فكان تدريب الأطفال ده بالنسبة لي حاجة جميلة. كنت بدرب الأطفال، أول مجموعة بدأت معاها كانت عمرهم بدأ من سن 7 سنين. المهم يعني ربنا وفقني وصلت فيهم معاهم لمستوى جميل. جيت بعد كده قلت بقى ايه، اجرب السن الاصغر شويه بقى، فبدات مع اول سن معايا كان سن 5 سنين. ده كان بالنسبه لي كان تحدي شويه، ان انت هتعلم حد وبعدين هتعلمه آلة غريبه، آلة صعبه شويه، اللي هي آلة الجيتار مش آلة بيانو اللي هي او الاكسليفون اللي هي المتاحه للسن ده. بس الحمد لله ربنا وفقني وبدات ابدا معاه، هو معانا هنا برضو في المجموعه اللي معايا، الباند اللي معايا، وبدا هو كان اول حفله عملها حتى في المدرسه، كانوا مستغربين طفل في كي جي 2 وطالع يلعب جيتار. ده كان بسبب بقى بدايه ايه، بدايه لعب مع الاطفال كلهم، وربنا اكرمني بقى بايه، بقيه الاطفال. بس بصراحه اهم حاجه عندي انا شفتها ولمستها بنفسي ووفرت لي كل حاجه هي اولياء الامور. اولياء الامور بصراحه اللي معايا اكثر من رائعين، كل التحيه والشكر ليهم، لان هم اللي وثقوا في كلامي ووثقوا في موهبه ولادهم، وجابوا لهم الاله اللي انا كنت عايزها، بل واحسن كمان، وظبطوا لهم كمان الوقت التدريب، ان ده بقى حاجه مقدسه في حياتهم، حاجه معاد يعني اساسي، زي ما انت مهم عندك المذاكره زي ما انت مهم عندك الموسيقى. والحمد لله وصلنا للمستوى اللي حضرتك شفتيه. دكتور راجي، احنا شايفين طبعا معانا الفرقه اعمار مختلفه ومتباينه، ويمكن انت قلت كانت الصعوبه اللي بتواجهك ان في اعمار قليله شويه، ازاي بتعمل الهارموني اللي احنا شفناه والانسجام، وان يبقى الكل متوحد في روح عمل واحده مع اختلاف الاعمار والسن، بتتغلب على هذه الموضوع ازاي او بتنجح فيه ازاي؟ اهم حاجه الاول ان كل واحد بياخد حقه في التدريب. قبل ما تتجمع مع اي حد حتى ولو عمل ثنائي، لازم الاول تقعد مع كل طفل لوحده وياخد التدريب صح، ويبدا ياخد الاوامر اللي هينفذها صح، وازاي بعد ما عزف اتحكم في ايديه الاثنين، لو في هيدوس على بدل زي البيانو ولا حاجه يبدا يتعود ان يلعب بايده اليمين والشمال ورجله، بعد كده يبدا المرحله اللي بعدها نبدا يعزف وهو مش باصص، يبص قدامه ويبص جنبه. بعد كده يبدا بقى في حاجه انا يعني بحب اعملها مع الولاد عندي، هي يمكن في اطار هزار شويه، بس هي دي لها شغل، ان هو ازاي ابقى انا بتكلم معاه وهو بيعزف، المفروض هو يرد عليا. دي من الحاجات اللي كانت بتخليه هو يعني الطفل متضايق في الاول، بس مع التدريب بتيجي. لما بيوصل للمرحله ديت ويجي بقى اقول له عمل ثنائي مثلا مع حد، او اعمل له عمل جماعي في مجموعه 3 4 5 مجموعه كبيره، يبدا هو يبدا يتكيف على ان هو ايه، يعزف وفي نفس الوقت كويس ودماغه مركزه في ان ايه، اللي جنبه سامع اللي جنبه كويس، شايف اشاره المايسترو بشكل كويس، متابع الموضوع، المترونوم الداخلي بتاعه احساسه بيه كويس، ما بيجريش ما بيبطئش. فكل الحاجات دي بيبقى الاول تدريب كل واحد لوحده، بس تدريبات شويه ايه يعني، هي متعبه شويه في الاول، بس الطفل نفسه بيحس بالموضوع ده عامل ازاي. يمكن في طفل معايا هنا مدرس الموسيقى عنده في المدرسه متضايق منه ان هو ازاي بيتكلم معاه وهو بيعزف. ما هو قلت له ما هو ده تدريب معانا، يعني انا كنت بكلم اهله ده تدريب معانا، ازاي هو باصص وراه وبيعزف؟ المفروض الاطفال في السن ده ان انت بتبقى بتعزف وانت مركز، بتعزف وانت قلقان، لكن لما تكون انت بتتدرب على ان انت ازاي تعزف
والآلة دي جزء منك زي إيدك، أنت إيدك بتحركها وأنت مش شايفها. لما تكون الآلة زي إيدك زي رجلك اللي بتمشي بيها، خلاص الموضوع بيبقى معاك جميل، ينفع تعمل أي جمال حاجة. منصور خريج كلية تربية نوعية قسم تربية موسيقية، حاليا بشتغل مدرس تربية موسيقية في مدرسة صفوة. دكتور راجي اول ما كلمني وفتحني في اني ادرب مع الاطفال، وانا اصلا بحب جدا تدريب الاطفال، فاشتبكت على طول معاه وما ترددتش خالص، بدات اشتغل معاه والحمد لله الموضوع كان ممتع جدا، والمواهب اللي معانا كانت حاجه هايله جدا. انا اتشرفت فعلا ان انا اشتغلت مع دكتور راجي واستفدت منه كتير، يعني حتى انا لما كنت طالب عنده استفدت منه، وحتى بعد ما اتخرجت وانا مدرس دلوقتي وما زلت بستفاد منه، واستفاد حتى من المجموعه وخبرتي مع الاطفال الصغيرين، الحمد لله كانت تجربه هايله جدا. شايفينها ديت دي بصراحة أنا الحمد لله يعني بفتخر إن أنا درست الناس زيهم، والأطفال بالجمال دوت وبيناقشونا كده زي ما انتم شايفين كده، بيهزروا معانا، بنيجي نقضي وقت جميل. أنا سعيد بيكم وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل لحاجات كبيرة إن شاء الله.